نقول طبعا مبروك النادي الاهلي على بطوله الدوري، ان شاء الله النهارده يقدم مباراه يعني يختم بيها ختام يبقى مكمل للبطولات اللي النادي الاهلي خدها ان شاء الله. طاقم التحكيم النهارده وحاول مفاجات كتيره جدا على فكره. هو امبارح طاقم التحكيم كان مكون من محمود البنا حكم الميدان، هو طبعا كله حكام دوليين يا كابتن ايمن. محمود البنا وكان محمود ابو الرجال المساعد رقم واحد، هو راجل لعب في كاس عالم قطر، حكم من الحكام الممتازين وحكم من الحكام النخبه على فكره. سامي هلال كمان الحكم المساعد الثاني. الرابع محمود ناجي وهو لسه جاي من بطوله الامم الافريقيه اللي تحت 23 سنه. وعلى البار احمد الغندور ومعاه احمد حسام طه. بالكامل هو طاقم تحكيم دولي بالكامل، وفي حكم محمد الحنفي النهارده حكم مساعد احتياطي على فكره، ده للعلم. النهارده كان يعني يمكن مش موجود مع الحكام ولكن النهارده موجود. ايه حكم مساعد احتياطي؟ حولك كابتن، حكم مساعد احتياطي ده بيبقى موجود تحت اي ظروف تحدث لاي حد من طاقم التحكيم. الحنفي النهارده موجود حكم مساعد احتياطي، يمكن ما كانش موجود في التعيينه ولكن النهارده نظرا لظروف المباراه واهميتها تم اضافته لطاقم التحكيم النهارده، هو موجود النهارده في ميدان اللعب لاي ظروف تحدث. سواء اي ظروف ايه؟ يعني ممكن الاستعانه بيه امتى؟ ممكن يستعين، هو اولا حكم فار كويس وحكم ميدان، يعني ممكن يلعب مكان الحكم، ممكن يلعب مكان حكم الفار، المهم هو حكم مساعد احتياطي، ودي بنشوفه في الماتشات الكبيره على فكره. كنت اتمنى ان هو يبقى موجود في التعيينه من امبارح يعني من امس، ولكن النهارده هو موجود في ميدان اللعب، دي معلومه. نروح اولا للحكم البنا. شوف كابتن امين، البعض يعني اتكلم على البنا كلام كتير جدا يا كريم في الفتره اللي فاتت، وقول حاجه مهمه جدا جدا. محمود البنا حسب على النادي الاهلي في ماتش حد سكندري ركلتين جزاء، الحكم الوحيد لهذا الموسم اللي حسب على النادي الاهلي ركلتين جزاء في مباراه واحده يا كابتن كريم اجل بيترو. وهنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا، يعني ما حدش بيكمل حد، حرام ان هو حسب على الاهلي ركلتين جزاء وطلعنا اشدنا بالتحكيم واتكلمنا قلنا ركلتين جزاء صحاح. البنا مش محسوب على حد، لكن البنا من الحكام كابتن ايمن بيشتغل على نفسه كويس قوي. اتمنى النهارده ان البنا لا يتاثر، وانا بقول اهو لان الكلام حصل كتير جدا جدا كابتن ايمن امبارح واول امبارح. جيلبرتو انت متابع ودكتور بيومو كلكم طبعا متابعين. يا بنا النهارده انت اشتغل على نفسك، حب نفسك، لا تتاثر باي حد، هذه مباراه بطوله ليك انت قبل ما تقول بطوله للنادي الاهلي. هي مباراه صعبه على البنا جدا جدا جدا. البنا ادار للنادي الاهلي النهارده المباراه السابعه، ادار نهائي كاس السوبر الاهلي وبيراميدز. من الحكام يا كابتن يمكن اكتر حكم لعب هذا الموسم، ودي مفاجاه، ادار 18 مباراه هذا الموسم، اعلى حكم لعب. يجي بعديه 14 و14 و13 بقى وانزل، ولكن نسبه تقييمه عاليه جدا جدا جدا. وخلي بالك زي ما قلت هو ليه قبول يا كابتن كريم يا جيلبرت، يعني ليه قبول عند الفرق، يعني عندهم قناعات باداء البنا. وزي ما قلت اتمنى النهارده بنا كريم يعمل ماتش كويس، وزي ما قلت خلي الضغوط دي بره. النهارده النادي الاهلي محتاج العداله التحكيميه فقط، لا نتاثر باي شيء. نتمنى طبعا يعني انا ابارك له بعد المباراه. نيجي لاحمد ابو رجال، وزي ما قلت ده حكم كاس عالم، حكم من الحكام اللي ادار نهائي كاس مصر مع امين عمر الاهلي وبيراميدز، وكان معاه ايضا احمد حسام طه، وكان احمد الغندور على الفار على فكره. أيوة. يعني النهارده احمد الغندور على الفار مع البنا اهلي وزمالك، وكان على الفار مع امين عمر في ماتش كاس مصر اللي النادي الاهلي خده وكسب بيه. ايضا الغندور النهارده حكم الفار، ادار الاهلي اربع مباريات هذا الموسم، وهذه المباراه ثاني مباراه للفار لاحمد الغندور للنادي الاهلي. محمود ناجي، ودي المفاجاه يا كريم جلبرتو، لم يدير اي مباراه للاهلي وحكم دولي ثاني. حضرتك الحكم الدولي الوحيد ان هو لم يدير حتى هذا الاسبوع، الاسبوع 31 لم يدير مباراة، ودي علامات استفهام. انا مش عارف يعني حكم دولي مفترض ان العب للاهلي يعني العب للزمالك، ولكن هو لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي. يمكن دي اول مباراه النهارده هيكون فيها حكم رابع. بشكل عام النهارده طاقم التحكيم كله دولي. مباراه كابتن درجه الصعوبه عاليه، حساباتنا احنا كمقيمين سواء على الورق او داخل ميدان اللعب هي بطوله بحد ذاتها. النهارده فريق الحكام النهارده لازم يكون له دور في ان هو ينجح بالمباراه كابتن ايمن. زي ما قلت اخطاء
ممكن تكون مقبوله اخطاء لا يعني لا تقبل في هذه المباراه. صحيح. معاك الفار، معاك حكام مساعدين على اعلى مستوى، معاك حكم رابع كويس. اتمنى النهارده يا بنا الا تتاثر تاني، وخلينا نقول ان نجاح طاقم التحكيم النهارده هو اساسا حكم الميدان. مظبوط. هو اللي هيبتدي يودع السياسه، هو اللي هيدي ثقه لطاقم التحكيم بالكامل. خلي بالك. صحيح. اللي لم يكن هو في النهارده في الفورمه، تركيز فنيا ذهنيا، واخد ثقه في نفسه، ممكن تحصل يعني حاجات احنا مش ما نتمنهاش ان شاء الله ما تحصلش. اتفضل يا كابتن. يعني عايز يعني مع الكابتن نصر واحنا بره بنتكلم، الحمله اللي معموله على الكابتن محمود البنا لمجرد التاثير عليه، ما حدش مثلا يتكلم ان الكابتن محمود البنا حسب 3 ركلات جزاء لنادي الزمالك هذا الموسم، وثلاث ركلات جزاء اللي حسبهم، انا ما بتكلمش صح او غلط، يعني انا بتكلم ان هو حسبهم بشكل صفاره مباشره دون تدخل مثلا الفار. بالنسبه للنادي الاهلي، واحتسب ركلتين جزاء للنادي الاهلي، منهم واحده الفار استدعاه. أيوة. يعني النهارده هو مثلا الحمله اللي معموله عليه، الراجل مثلا ما كانش بيبقى فيه قرار لنادي معين ما بياخدوش. أيوة يعني فهي دي الفكره. يعني. قد يكون ان الحمله دي معموله لان نادي الزمالك مثلا الموسم كله في العدد فوق 30 مباراه اتحسب له ركله جزاء، اتحسب عليه ركله جزاء واحده كاقل الفرق. أيوة. اللي اتحسب عليها ركلات جزاء هي ركله جزاء واحده، يمكن عشان الكابتن البنا هو بس اللي حسبها. قد يكون هو عاملين الحمله دي كلها عشان هي ايه، ضربه الجزاء اليتيمه اللي في الموسم، لكن الموضوع غريب جدا وغير مبرر. بص الحمله معموله للتاثير على بص يا كابتن ايمن، انا قلت ليه الكلام ده، انا قلت للبنا النهارده يعني هو طبعا مش سامعنا ولا حاجه، ولكن هو اكيد طبعا حكم دولي وفاهم، هو لا يتاثر بها، ولكن انا بقول في ميدان اللعب من فضلك يا بنا النهارده لا تتاثر، ما تعملش حسابات، وانا عارف انك انت ما بتعملش حسابات، ولكن صحيح. احيانا بعض الحكام يا كريم، بعض الحكام مش كلها، احيانا يتاثر سنه بالاعلام السوشيال ميديا، ولكن بنا انت ماشي كويس. اتمنى ان كلامي اللي بقوله ده بعد المباراه اقوله يا كابتن ايمن. ليه؟ لان ده هيتوقف على الاحداث وسير المباراه،